السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني متتبعي قناة مطبخ فاطمة، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. إذا اليوم إن شاء الله فأنا قررت أنني نشارك معكم واحد الوصفة اللي كنسميها المنقضة، يعني فاش كيكونوا عندي ضيوف الغفلة أو لا كنكون مشهية شي حاجة اللي هي مالحة وما كيكونش عندي الوقت، فأنا كنوجد هذه الوصفة هذه سريعة جدا، يعني تقريبا في 15 دقيقة تكون واجدة عندكم، ما كتحتاجش لشي مكونات اخرى من غير ثلاثه ديال المكونات اساسيه، وكذلك فهي كتجديده بزاف، مقرمشه ومرقه من الداخل. غادي ندوزو جميع وغادي نشوفو المكونات والطريقه ديال التحضير. اذا بالنسبه للمكونات فاحنا غادي نحتاجو هنايا الورق ديال الفيلو، راه ديجا كنت يعني وريت لكم في الفيديو ديال المحينشات اللي معمرين بالكفته، وكنت قلت لكم بان الباكي كيدير تقريبا شي 19 درهم وتقدروا تحتفظوا به في الثلاجه تقريبا لعشرة ايام. غنحتاجوا هنايا اصفر البيض، هنا بالنسبه للكميه كتبقى على حسب شحال ديال الكميه ديال الورق الفيلو غادي تخدموا، وكذلك هنايا غادي نحتاجوا الجبن الاحمر. اذا بالنسبه للطريقه فهي سهله جدا، كاول مرحله كناخذوا هنايا واحد الورقه ديال الفيلو، غادي نحاول يعني ناخذ هنايا واحد الورقه بهذا الشكل هذا، نحتفظ بالكميه المتبقيه، حاولوا تخليوها في بلاستيك حتى فاش تحفظوها في الثلاجه باش ما كتفقدش ديك الرطوبه ديالها. اذا كناخذوا الورقه ديال الفيلو بهذا الشكل هذا، غادي نجيب هذه الجهه اللي مقطعه من جهتي، كنطلقوا الورقه ديال الفيلو بهذا الشكل هذا، كندهنوها كامله باصفر البيض، يعني ندهنوها بشويه لانكم كيف ما كتعرفوا الورقه ديال الفيلو فكتكون السمك ديالها رقيق بزاف وكتكون سهله للتقطع، هانتوما كيشفتوا راه خصها بالضفر هنايا تقطعات. من بعد ما دهنت الورقه ديالي كامله باصفر البيض، كندوزو كناخذو الجبن الاحمر وكنحاولوا نوزعوه على الورقه باكملها. هنا فقط ملاحظه، راه يمكن لكم تستغناو عفوا على الجبن الاحمر لانه هو كيضفي عليها المذاق فعلا، ولكن ديك القرمشه اللي كتجي فيها ف كتجي يعني ماشي الفرماج اللي كيعطيها ديك القرمشه ولا داك التوراق، هو فقط كيضفي عليها واحد المذاق اللي زوين اللي كتعرفوه، يعني المذاق ديالو المذاق عفوا ديال الفرماج الاحمر اللي كيعطيها مذاق زوين. سينو راه يمكن لكم تستغناو عليه الا ما كانش، باش ما كيكونش كنديرها غير هكذا غير باصفر البيض فقط. اذا من بعد كناخذ هكذا الورقه ديالي، كنحاول نشكلها على شكل مستطيلات، فهي مع الاب مع اصفر البيض كتولي هشيشه بزاف، غادي نحاول معاها بهذه الطريقه هذه فوالا. نحاول نشكلو يعني مستطيل اللي يكون متساوي عندنا من جميع الجهات. بهذا الشكل هذا، اذا بعد ما كنحصل على هذا المستطيل هذا فكندوزو وكنقطعوه على شكل مربعات، نحاول نحيد هذه الجوانب هذو بحال هكا، غادي ندوزو غادي نقطعو على شكل مربعات متساويه، نحاولوا نديروا الطريقه هذه باش نحصلوا على مربعات اللي يكون الشكل ديالها اولا الحجم ديالها متساوي.
اذا هنايا غادي نستمر بنفس الطريقه بالنسبه للورقات ديال الفيلو اللي عندي اللي تبقات لي، وغادي نقطعهم على يعني غندهنهم باصفر البيض بنفس المبدا، وغنرش عليهم الفرماج او الجبن الاحمر، وغنقطعهم على شكل مربعات، وغندوزو نشوفوا المرحله المواليه ديال التحضير ديال الوصفه ديال اليوم. ساليت الكميه اللي انا محتاجه بها بالنسبه لي، فخدمت فقط جوج ديال الورقات ديال الفيلو. كي شفتوا واخا الحجم ديالهم ماشي كبير فهما كيعطيونا يعني كميه لا باس بها. غادي ندوز دابا وغادي ناخذ واحد المقله وغادي ندير فيها زيت باش يسخن وندوزو للقلي ديال المربعات ديالنا. اذا هنايا من بعد ما كيسخن الزيت ديالي فانا كندوز وكنبدا في القلي ديال المربعات، كنديروهم بحال هكذا يعني على نار اللي كتكون معتدله. واحد الصحن اللي حاطه فيه الورق النشاف باش كيشرب ليا داك الزيت ديالهم. كنساليو القلي ديال المربعات ديالنا المحشوه بالجبن، ومن بعد ما كنخليوهم حتى كيقطروا من الزيت في الورق النشاف فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كي كتشوفوا فهم كيجيونا مذهبين وكيجي الشكل ديالهم رائع بزاف، وكذلك في المذاق صدقوني كيجي هائل. غادي نحاول هنايا نحل لكم واحد الحبه باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. ها انتما وداك الفرماج فكيعطيها واحد يعني المذاق رائع جدا. كي كتشوفوا فهي كتجي مرقه من الداخل، وكذلك الفرماج فهو كيشكل واحد الطبقه كي كتشوفوها هي هذه اللي هنايا، كتعطيه واحد المنظر اللي هو جميل. وكي شفتوا ف يعني هذه كتبقى فكره كتوجد بالزربه، ما كتحتاجش منا يعني شي وقت طويل اولا مجهود اولا اننا نعجنوا الخبز. نتمنى ان هذه الفكره تكون نالت اعجابكم. غادي نحاول ان شاء الله يعني نبدا نشارك معكم هذه الافكار هذه بالخصوص اللي كنبغيو نوجدوها فاش ما يكونش عندنا الوقت اولا فاش نكونوا خدامين وما كيبقالناش الوقت وكنكونوا مشهيين شي حاجه مالحه. هذه كتبقى يعني فكره يمكن لكم تجربوها، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها وتخليو لي الاراء ديالكم والاستفسارات ديالكم في التعليق. والا كانت عندكم اي اسئله فخليوها لي انا غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله. كالعاده ما تنساوش تخليو لي الى عجبتكم الوصفه واحد لايك، وكذلك تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاقارب ديالكم. والا كانت هذه اول مره كتزوروا فيها القناه ديالي ما تنساوش تابونا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. باي باي. Thank you.